معكم اللاعب سويد عبد الله العجمي، لاعب نادي الساحل، مسافات طويلة ومتوسطة، صار لي ألعب لعبة ألعاب القوة 4 سنين. بالبداية حفزني أبوي إني أدخل لعبة ألعاب القوة ودخلتها واستمريت فيها. في بدايتي كنت لاعب كرة قدم وخذوني المنتخب حق كرة القدم، بعدها رحت ألعاب القوة وشاركت في بطولات وعجبتني اللعبة إن فيها منافسات وتحدي واستمريت فيها، وخذوني منتخب بعد في لعبة ألعاب القوة وشاركت في بطولات خارجية وبطولات داخلية. اللي خلاني أستمر بلعبة ألعاب القوة المسافات والتحدي، شاركت في بطولة في السعودية، بطولة 5 كيلو، حققت فيها المركز الأول بين 37 دولة و8000 متسابق. شاركت مع معسكرات مع النادي ومع المنتخب، استفدت من المعسكر زيادة اللياقة والتمارين المكثفة وأنه يتطور مستواي أكثر. الفرق بين المعسكرات والنادي أن النادي يتمرن ساعة باليوم والمعسكرات أتمرن تمارين مكثفة، وإني ألتزم بالأكل وبالنوم. أتدرب بالأسبوع 6 أيام. تدريباتي في النادي تكون بالبداية تسخين، بعدها الإطالات والسويدي، بعدها ندخل بالتمرين الخدمة وفارتلك. طبعا حصلت لي إصابة برجلي بسبب الإرهاق من التمارين، فريحت مدة معينة عشان تروح الإصابة، وبعدها رجعت في التمرين. أنصح اللاعبين إنهم عشان يتفادون من الإصابة إنهم يبدون بالتسخين. طبعا المدرب يعطيني تدريبات خاصة منها المرونة واللياقة عشان ترتفع. كورونا أثرت على مستوى اللاعبين وإنها وقفت البطولات وما نقدر نتمرن، فالتزمنا في الحجر وقعدنا في بيوتنا. بعد عودة الأنشطة الرياضية الكابتن كان يركز على المرونة واللياقة أكثر شيء. أثبت نفسي بالتمرين أني ألتزم في التمرين وألتزم في كلام الكابتن. بدايتي أداوم في المدرسة، لا رجعت أتغدى وأدرس، بعدها أروح النادي، لا خلاص تمرين ساعة أرجع أكمل دروسي وأتعشى وأنام. قدوتي في اللعبة الوالد والكابتن عبد الله سويد الطويل. طموحي في اللعبة أني أرفع علم الكويت وأحقق على البطولات الآسيوية والعربية والأولمبية والعالمية. اللي حفزني على الرياضة الوالد والمحيط اللي أنا قاعد فيه. ينقص اللاعب الكويتي أنهم يزيدون عدد البطولات والمعسكرات. نصيحتي أقدمها للشباب أنهم يتجهون إلى الأندية اللي في الكويت ويلعبون أي رياضة، أي لعبة، الألعاب واجد والرياضات واجد، وأنهم يطلعون مواهبهم ويبرزون أنفسهم. معاكم محمد فرحان الخالدي، مشرف فريق ألعاب القوة بنادي الساحل الرياضي. لعبة ألعاب القوة هي لعبة فردية وتعتبر أم الألعاب، لأن فيها أكثر من مجال، فيها وثب، فيها جري، وفيها رمي. أحب أوجه شكر لرئيس وأعضاء نادي الساحل الرياضي على اهتمامهم بلعبتنا، على تسخير وتوفير جميع احتياجات اللعبة. كذلك أحب أتوجه بالشكر إلى الدكتور حسين السعيد المدير الفني للعبة ألعاب القوة، ولرئيس هيئة التدريب سالم شمروخ على دعمهم للرياضيين واهتمامهم باللاعبين وحرصهم دائما. شوفوا فلان، خلكم ورا فلان، يبوا فلان، هذا فلان شنو ناقصه، نبي نطور فلان. دائما ويا المدربين يساعدونهم، يجتمعون مع المدربين، محمد المدرب هذا شنو ناقصه من احتياجات لازم نوفرها لهم، ولازم نلبي طلباتهم على اساس هذا اللاعب هو اللي راح يرفع علم الكويت. هذا ابسط حق وابسط شيء نقدمه حق الكويت، ان نرفع علمها في المحافل الخارجيه. عندنا اللاعب سويد عبد الله الطويل من اللاعبين المميزين، بطل لعبه 3 كيلو وال1500 كيلو. هذه اللعبات تعتبر مثل السباقات الضاحيه والمسافات الطويله. اللاعب جدا مميز، فيه موهبه، في خامة، تحس في طاقة ممكن يفجرها بأي لحظة. فلذلك دائما نطمح لنا ندور له على بطولات، سواء على الصعيد المحلي تبع الاتحاد الكويتي للألعاب القوة أو تبع القطاعات الخاصة مثل الماراثونات اللي قاعدة تصير في الكويت من أحد الجهات الخاصة، نحاول نشاركه، أو بطولات خارجية كذلك نحاول نشاركه، لأن اللاعب يعطي، واللاعب ما شاء الله الله يوفقه يا رب.
الرحمن الرحيم، معاكم أخوكم اللاعب بارك مشاري الشمري، لاعب نادي الساحل فئة الأشبال ثاني سنة، العمر 14 سنة. لعبتي تحديدا بألعاب القوة الجلة والغرس. صار لي باللعبة حوالي 4 سنين، من 2018 ل 2021. والله اللي خلاني أدش هاللعبة أخوي اللاعب حسين الوزان، واللي خذاني بعد للنادي كابتن مطلق العازمي، أوجه الشكر الشديد له. لعبت لعبة قبل لعبة اللاعب بالقوة، لعبت لعبة كرة اليد. والله اللي خلاني أستمر بهذه اللعبة إنجازاتي وتشجيع من الكابتن وأهلي. شاركت ببطولات، شاركت حوالي 5 بطولات إلى 6 بطولات، حققت مركزين في دفع الجلة، حققت المركز الثاني والمركز الثالث. اي نعم، شاركت بمعسكرات، شاركت بمعسكر مصر وشاركت بمعسكر داخلي للكويت. الفرق بين المعسكرات والنادي ان المعسكر يكون التمرين مكثف واحسن، يعني اتمرن الصبح وعصر وليل، اما بالنادي اتمرن بس عصر ساعتين الى ساعة. طبعا الايام اللي اتمرن فيها هي تكون 5 ايام، وأول ما أدش النادي طبعا التسخين لا غنى عنه، هو اللفتين والسويدي والاي بي سي. يعطيني تدريبات خاصة الكابتن اللي بالتكنيك، سحبة الظهر وسحبة الراس. والله الوضع كان مزري، حتى الجسم تغير والكسالة بشكل مو طبيعي. الحمد لله بعد ما ردينا ركز الكابتن، ركز على لياقتنا وتكنيكنا. طبعا أثبت نفسي بالنادي وأكون بارز بالنادي، تماريني واجتهادي والأرقام اللي يرميها وكلام الكابتن. طبعا الدراسة لها وقت والنادي لها وقت، لكن الدراسة أهم، وأعطي وقت قليل حق النادي، دراسة لها وقت طويل. قدوتي بهاللعبة الكابتن علي عابدين وزميلي حسين التميمي. والله طموحي بهاللعبة أني يكون الرقم دفع الجلة باسمي إن شاء الله، وطموحي اني اوصل للاولمبيات باذن الله. اللي شجعني اهلي وابوي وامي، طبعا لا غنى عن اخواني اللاعبين وكباتن. والله ما ينقص اللاعب الكويتي الا شيئين، زياده البطولات وزياده المعسكرات. انصح الشباب اللي بعمري انهم يدشون النوادي، ومثل ما يقول المثل، العقل السليم في الجسم السليم. اللاعب مبارك مشاري الشمري من اللاعبين المميزين اللي فيهم خامة حلوة. حاليا أهلنا حق دخول الجلة والغرس. هو يوم دخل ويانا النادي حطينا بلسع الجلة. الولد ما شاء الله عليه يعطي، حتى كابتن شاف فيه قوة رهيبة تعادل قوة أخوه اللاعب عبد الرحمن القحطاني. اللاعب فيه تحس فيه خامة، فيه شيء راح يطلع منه. إذا فعلا فيه شيء حق مستقبل الكويت، أول لاعب مبارك، لأن للحين اللاعب شفناه بالجلة ما شاء الله يطلع منه، بالغرس هم يطلع منه، راح نشوفه هم بالمطرقة، بنشوفه هل راح يطلع منه ولا. بس للحين ناطرين البطولات إن شاء الله، وبعدها هي اللي تحدد مصيره، خاصة هو بعده صغير، فالمستقبل قدامه طويل. ربي يوفقهم ويوفقه ويوفق جميع لاعبينا إن شاء الله.